أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي رانيا المشاط على دور البنك في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، ذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات. وخلال لقائها مع الإدارة التنفيذية للبنك، أوضحت المشاط أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف الصليطي تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة، كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال المواني والمحطات المتخصصة. كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة. وجه وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز مشروع جراند فيو سموحة بالأسكندرية. وخلال زيارته الميدانية للوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، شدد على ضرورة توصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، خاصة وأن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو، أحد الطرق الرئيسة بالإسكندرية. بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع وزير التجارة التركي عمر بولات سبل تعزيز التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما أكد الوزيران خلال اللقاء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، والتي سبقتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في شهر فبراير الماضي، تفتحان آفاقا أرحب للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي جيدة وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه برئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار صكوك مصرية. التقى وزير البترول كريم بدوي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل ورئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار دورها المستمرة منذ عام 2008 لدعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، حيث تمول المؤسسة سنويا الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وجه وزير الموارد المائية هاني سويلم بضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة لتطهير الترع بدون تأثير على الجسور، ذلك مع أهمية التدريب على أداء التطهير السليم للترع ومنع التطهير الجائر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الموارد المائية والري في محافظة الشرقية، تفقد خلالها حالة الري والتقى عددا من أعضاء روابط مستخدمي المياه بالمحافظة. كما وجه وزير الري بضرورة دعم الوزارة للمزارعين الراغبين في التحول إلى الري الحديث وتشجيعهم بعد توعيتهم بالعوائد الإيجابية لهذا التحول. سجلت الصادرات الزراعية زيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن خلال 9 أشهر، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 6.1 من 10 مليون طن من بداية العام حتى الآن بقيمة تتجاوز 3.6 من 10 مليار دولار. أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني 7 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات البناء، حيث نصت القرارات على إزالة تعديات المقامة بقطع أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود مدينة رأس الحكمة. كما تضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة رأس الحكمة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط قليلا، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة إذ فاق تأثير المخاوف بشأن الطلب تأثير قرار تحالف أوبك بلس إرجاء زيادة الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.9% ليصل إلى 73.48 دولار. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.34% لتسجل 70.8 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 39% لتصل إلى 2.17 دولار للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 84% لتسجل 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق مؤشر الأسهم في أبوظبي على انخفاض مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 3% متأثراً بعمليات بيع في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات المالية والاتصالات والبتروكيماويات. أما في دبي فأغلق المؤشر الرئيسي على استقرار، لكنه سجل مكسباً للأسبوع الرابع على التوالي. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا.